الأخيرة بخصوص الأزمة بتاعت الشاب، عقد الشاب طارق جيمي، يعني لجنة العلاقات الخارجية موقفها من الموضوع، يعني الموضوع هادي شوية كده، عايزين نعرف. هو شادي، هو اللي حصل إن إحنا الحمد لله قدرنا نوصل الصورة صح. أنا مش بتكلم على مجلس الأمانات، لكن هتحدث عن مصر بدأت تعرض الصورة صح. في البداية كان هناك نوع من سوء الفهم الناتج عن أسلوب العرض، فعندما تتحدث طبعا، وتم استغلال قضية جوليو ريجيني في إيطاليا للترويج للمصالح الشخصية لدى المرشحي البرلمان ولدى المرشحي البلديات، وهي الانتخابات المحلية في إيطاليا. فأصبح بقدرة قادر جوليو ريجيني بطل قوي، ووجب على إيطاليا تكريس جهودها لإيجاد من هو قاتل جوليو ريجيني وتطبيق العقوبات على مصر بدون يعني الوصول للسبب الرئيسي لهذا هذه الجريمة. فرجوعا للموضوع، جوليو ريجيني كان طالبا موفد من جامعة كامبريدج في انجلترا لمصر لدراسة شيء ما. فوجئنا ان جوليو ريجيني يقوم بتصرفات غريبة الشكل والمنظر، في التدخل في الشأن المصري، دراسات في او التوغل في الابحاث الخاصة بالشأن الاجتماعي او التركيبة المجتمعية لمصر. يعني ده ما وصل لي كنائب من معلومات، ولكن لم نبحث عن سبب وجود جوليو ريجيني في مصر. دي هذه واحدة. الأخرى، لماذا تم غض البصر عن الجهة الموفدة لهذا الطالب للدراسة لمصر ولم يتم استجوابها أو لم يتم حتى الإشارة لها إلا مؤخرا عندما ثبت بالدليل القاطع؟ وطبعا مش هنقدر ندخل في هذه التفاصيل لأنه دي تمس الأمن القومي المصري، ولكن هناك مؤشرات أن مصر أثبتت وبالدليل القاطع للجانب الإيطالي أن هناك طرف ثالث متورط في هذه الجريمة. هذه من ناحية، ولكن على الصورة بريطانيا أو جامعة كامبريدج، لأنه إيطاليا بدأت مؤخرا وتحديدا في نهاية شهر أكتوبر الماضي بتوجيه السؤال لجامعة كامبريدج وبصفة خاصة عن المشرفة على البحث الخاص بجوليو ريجيني، والتي لم تبدي أي نوع من المرونة بالتعاون مع الجانب الإيطالي بشأن الاستجواب الخاص به، ومن ثم تهربت عدة مرات من المواجهة، وبالتالي استتبع هذا وجود علامة استفهام. يعني أنت النهاردة مشكل قوة ضغط على الجانب المصري، والحقيقة بشهادتهم وبشهادة المدعي العام الإيطالي الذي قال صراحة أن هناك تعاون كبير جدا نلمسه من الجانب المصري بشأن يعني الكشف عن قضية جوليو ريجيني، ومن ثم استتبع هذا توجيه الأسئلة لجامعة كامبريدج. هذه من ناحية. هناك الناحية الأخرى، عندما كنت في الفصل التشريعي الثاني كان هناك حوادث اختفاء أو قتل لمصريين في سجون إيطالية أو في الشوارع الإيطالية من خلال جماعات خارجة عن القانون وما إلى ذلك، وعندما قمت بتوجيه سؤال وطلبات إحاطة لوزارة الخارجية المصرية لم تتلقى، وبالتالي وزارة الخارجية المصرية واجهت هذه الأسئلة للجانب الإيطالي، لم نتلقى أي رد لهذا الشأن، وقال هذا الشأن يخص الجانب الإيطالي وسنخبركم بنتائج التحقيقات عندما نصل إليها. لماذا يتم تطبيق هذه المعايير عندهم ولا يتم تطبيقها عندنا؟ ولماذا نتحدث عن أو نشكل قضية جوليو ريجيني أنها المحور المحرك في العلاقات المصرية الإيطالية، خاصة أن هناك علاقات ثقافية وتاريخية واقتصادية تربط ما بين الشعبين الإيطالي والمصري، ومن ثم لا يمكن أن يتم ربط واختزال هذه العلاقات في قضية مقتل طالب، علما بأنه
يمس الأمن القومي المصري، ونحن نريد على مستوى مصر كبرلمانيين برلمان مصري معرفة الحقيقة قبل الجانب الإيطالي، لأن هذا يمس بسمعة سمعة مصر في المحافل الدولية. تمام. فرجوعا لهذه القضية، لماذا يتم تطبيق ازدواجية في المعايير عندما نقارن بحق المصريين بمعرفة شأن ذويهم في الخارج وقضية جنرال جيني؟ وهذا على فكرة، أنا آسف أن أنا بقاطع حضرتك، ولكن هذه المعلومات تم مبادلتها مع السفير الإيطالي عندما أتى لزيارتي في البرلمان المصري منذ أسبوع.